يمكن من الأول ما كان لازم نعمل هالعملة. أنا خايفة إنه يأذوها لملك أو يعملوا معها أي شيء. خلينا نروح ونحكي كل شيء للست لورين ومناخد زهرة ومنروح على القصر. يلا. لا زينب، لا، ما في تراجع، نحن رح نكمل للأخير لحتى ملك وزهرة يمشوا من هالضيعة. ليش ملك؟ ليش عملتي هيك؟ يعني خطفتي الولد من القصر وبعدين ضيعتيه؟ شو كان بدك تعملي؟ القصة صارت معقدة، كيف رح نلاقيه هلأ؟ بلا ما تبردي مرت عمي، الجو بارد كتير. تعي منستنى جوا. انت مو مجبورة توقفي بهية، فوتي إذا بردانة، بس يجي جمال رح استقبله على الباب. ايه بس أنا خايفة عليكي تاخدي برد وتمرضي. فاطمة فورا جيبي المرضعة، أكيد بيكون مات من الجوع، لما بيجي خليها ترضعه دغري. خبرت زمرد خانم قال هلأ بتجي. الحمد لله يا زمرد، رح يرجع حفيدنا، ووعد ما بقى في قوة رح تاخده منا. يلا ملك. زهرة دخيلك لا تقربي على الشباك بلا ما يشوفوكي. عمك عزة تنبه علينا كتير. يلا تعالي. أنا عم بتطلع من هون، لا تخافي. يلا تأخر الوقت، رح جهز لك تختك لتنامي، ولما بيجوا أنا بفيك، شو رأيك؟ رح استناهم، بلكي هالمرة خالة زينب قدرت تعمل شي. لازم نبلش بهيك قصة كبيرة وخطيرة. ليك كيف صارت حالة ملك من ورانا؟ بس نحن ما كان عنا حل غيره يا زينب. لا عدنان ولا أهل القصر راح يتركوا زهرة بحالة. ما في علسانهم غير أنه ما بتطلع من عندهم غير ميتة، وما في قدامنا غير هاللعبة هي. تعقدت الأمور وما لازم نتراجع بنوب. طيب كيف رح نقول هالحكي هاد لملك؟ كيف رح نخبرها أنه زهرة عايشة؟ عم فكر من لما نصل على القصر أنا وعم بحكي معهم لأهلي. أنت فهمي يا لملك، بس لازم تتأكدي إنه ما في حدا حواليكن أو عم يتسمع. انتبهي لو سمحتي، ما لازم حدا يعرف بهالشي غير ملك. جمال وينه الصغير لك عدنان؟ عدنان وينه جمال؟ ليش حفيدي مو على ايدك؟ بصراحة جمال الصغير ضاع.
يعني ضاع؟ طفل قد الكف وين بده يضيع؟ اهدي مرت عمي، لا تخافوا، الشرطة عم يدوروا، أكيد رح يلاقوه. شو عملتي مع حفيدي؟ وينه جمال؟ لوين أخدتي؟ أحكي يالله، أنت شو عملتي بالولد؟ مرت عمي اهدي. عدنان، أنت لوين أخذت حفيدي؟ احكي وينه؟ صدقوني ما عملت له شيء، أنا مستحيل أأذيه. كل القصة إني تركته بالمسجد ولما رجعت ما لقيته. كذب، أنت عم تكذبي. معقول تاخدي طفل من بيته وتاخده وتهربي؟ لك انت ما فيكي ضمير، اكيد قتلتي. مرت عمي لو سمحتي روقي. انا اللي بلا ضمير؟ انا يلي بلا ضمير؟ بسببكن وصلت لهالحالة هي. انتو السبب بكل شيء. بسبب ظلمكن انتو مو عارفاني شو عم اعمل بحالي. بسببكم انتو حاولت اني اقتل طفل بريء عبره كم يوم، كان بدي زته بالنهر بايدي التنتين. لك فهمنا خلص، روق شوي. الشرطة هلا عم يدوروا وراح نحط مكافأة مالية، واللي بيلاقيه بيجيبه دغري لعنا. خالي فاطمة خدي ملك عوضتها. رجاك يا رب اقدر شوف لأمي اليوم وتعرف انه لساتني عايشة. زعلانة من اللي عملته ما؟ معك حق، أنا مو مستوعبة إني عملت هيك. شو عم بعمل بحالي أنا؟ أنا ماني ملك. ملك بنتي، أنا رح جيب لك الدواء. نامي منيح هلأ، ارتاحي والصباح رباح. بتكذب، أنا متأكدة إنه كل شي حكته مو مزبوط. مين بيسترجي يقرب على طفل وخصوصي إنه بالمسجد؟ لا تقولي هيك مرت عمي، مو شايفة حالتها، تركت الولد ولما ندمت رجعت. بس لا تدافع عن هالمخلوقة عدنان، الله أعلم شو عملت بالولد. لما حست حالها رح تنكشف، فوراً راحت على الشرطة. مرت عمي يمكن قتلت صغير وبتكون دفنته بإيديها، ويمكن لهيك ما حدا لقالها هلأ.
كرمال هيك ما عرفنا شيء وما وصلنا عنه خبر والشرطة ما لقته. ليلى تعالي خلينا نفوت مرت عمي. يلا الو ايان قولي موتي حفيدي قولي يلا أنا تركته بالمسجد ورجعت ما لقيته شو عملتي بحفيدي احكي وينه وين دفنتي ما عملت شي صدقيني ما عملت شي بالصغير تأخر الوقت يا روحي زهرة يلا قومي على تختك يا بنتي أنا مو نعسانة مو جاي عبالنا هلأ بيشوفوك الجيرة بس تتسطحي فوراً بتنعسي أنا بدي استنى لحتى تيجي الخالة زينب لحتى أفهم شو صار مع أمي طلعي فتحي عيونك وتطلعي كيف طوعك قلبك تاخدي طفل صغير من تخته وتهربي انت اكيد قتلتي ما هيك احكي قولي قتلتي قولي لك احكي بقى قولي وينه جاوبيني وينه ابني قولي وينه جمال احكي احكي وينه جمال احكي قبل ما اخلص عليكي زمرد خانم شو عم تعملي حرام ما تتدخلي فاطمة اعترفي يلا لا زمرد خانم وقفي بعدي وقفي اذا بتريد وقفي لا تضربيها فاطمة تعالي لبرا زمرد خانم زمرد خانم حرام عليكي افتحي الباب ليش حتى تاخدي الولد من القصر وتهربي ليش شو كان هدفك الله يخليكي حرام عليكي يا جماعة يا جماعة قولي بقى وين رحتي بالولد وينه لك انطي بقى انطي عدنان لك احكي قبل ما تخلص عليك احكي المفروض اليوم ملك تعرف انه زهرة لساتها عايشة يا ريت لو خبرناها من قبل وقتها ما كانت صارت كل هالمشاكل انت حاولي تحكي مع ملك لحالك
وانتبهي انه ما حدا يفوت ويسمعك زينب. طيب بترجاكي لا تعملي هيك مرت عمي، هلا بتتعبي اكثر. بسرعه لحقوني، سمرت خانم عم تحاول تقتل ملك. عدنان ابني لا توقف اركض، ملك بخطر، زمرد خانم حابسه ملك بالاوضه ونازله فيها ضرب. يا رب اعطينا العقل والصبر والراحه يا ربي. بدي موتك، أنا بدي موتك هون. شو كان بدك من حفيدي؟ وينه؟ وينه هلا؟ أحكي قولي يلا. مرت عمي يا واطية افتحي الباب. بدي وين؟ وينه جمال؟ وينه؟ مرت عمي افتحي الباب عملك. ما بفتح ما بفتح، بالأول قلولي وينه حفيدي بعدين بفتح. بعدي عن ملك. قولي قولي يلا احكي قولي. يا رب توقف جنب امي وكمان ما تتعذب بالقصر، وان شاء الله تيجي هلا لهم. ملك وينه؟ وينه؟ طي طي الله. لك افتحي الباب. ما بفتح. قبل ما تحكي وين حفيدي ما بفتح، حتى اذا ماتت ما رح افتح. قولي احكي. ستي لورين انت منيحه؟ لا يا ابني ما لي منيحه ابدا عزت، لانه روحي جمال ضايع ضايع. انت ما تشغلي بالك وما تزعلي، باذن الله رح نلاقي جمال بخير وسلامه. ان شاء الله يا ابني ان شاء الله. ملك وين هلا؟ بأوضتها، خالة زمرد عم تاخد أقوالها. عدنان طلع ورح يحل القصة، ريح بالك. لك قولي قولي وإلا بموتك بأرضك. بيتلك بأرضك عم تفهمي؟ وينو حفيدي؟ وينو؟ مرت عمي بعد هيك أمي ما قالت وينو حفيدي؟ بدي أقتلا. أمي اهدي شوي جبك. ملك عزت هالحية قتلته، أكيد موتته. لك ما قتلته. اتصلوا من المخفر هلا والتقى. عن جد التقى. مظبوط التقى عدنان؟ يعني جمال عايش؟ ايه نعم هو بالمخفر. يا
يلا ملك. تعالي. عزت، خلينا نروح نجيب جمال بسرعة. يلا. زينب، أنا رايح مع أمي على المخفر. أنت اهتمي بملك. طيب عزت. خالة فاطمة، يا ريت تجيبي لي كل شيء في إسعافات أولية عندك. طيب. أنت منيحة ملك؟ تفضلي دكتورة، كل شي موجود بالبيت جبتلك اياه واجيت، هدول بكفوكي ما هيك؟ ايه بكفو. شكرا خالة فاطمة. انا هلا رح نظف لها الجرح. موجوعة؟ رح شوف إذا في ردود بمكان تاني، ممكن تطلع؟ تمام، وإذا لزمك شي خبريني. حبيبتي، كيف بتعمل فيكي هيك؟ ما دافعتي عن حالك؟ لا، ما حقبي كل شيء. لساتك موجوعة؟ مو حاسة بشي، ما عاد حس غير بحرقة قلبي على زهرة وموتتها بهالطريقة. ملك، في شغلة لازم تعرفيها. رح تفرحك كتير. ما رح تفرحني، ما عاد في شي يفرحني. أنا كمان بدي موت مثل بنتي يلي انظلمت كتير، وقتها بس برتاح. ساعتها برتاح. مرت عمي روقي شوي، الله يخليكي. ليكي هي التقى جمال الصغير. مستحيل ارتاح بهية لحتى يرجع بخير وسلامة وأحمله بحضني. وقتها بوعدك روق وبيرتاح قلبي. ليلى، طلعي اطمني إذا ملك بدها شي. أنت لازم تضلي جنبها. لك أنت معقول لسه عم تفكر بهالشيطان يا عدنان؟ خلصنا ستي، طلعي شوفي شو حالتها. ما بيهمني، وخليها تنقلع من هالبيت. بس ملك مرتي. فورا بتطلق هالمرة. بدي اياك تطلقها ومن بكره الصبح. انت لسه واقفه؟ اطلعي.
طيب آغا، رح شوف إذا بدها شيء. ملك حبيبتي، بدياك تسمعيني شوي. زينب لو سمحتي خلاص، حاجة تسايريني وتحاولي تخففي عني بكفي. لا عاد تقلي لي إنه ضل شي يفرحني، لأنه وجعي أكبر بكتير. بعد زهرة أنا مستحيل يضل شي يفرحني. وأنا اللي بدي أقوله إنه زهرة، الآغا عم يسأل إذا بدكن شي. شكراً، ما بدنا شي بنو. إيه، وأخيراً ملك، هاي خلصتي؟ الأغا بده يطلقك. شو هالحكي؟ ليش لحتى يطلقها؟ عدنان قال لك هالحكي؟ ستي لورين اللي قالت. الأغا مجبور، قالت له قلع ملك من هون. صار فيكي تطلعي من هالقصر هاد وترتاحي. أنا كان بدي أطلع مع بنتي زهرة من هالبيت، وبلا زهرة ما فيني روح. ما بقى في معنى للحرية ولا للهروب هلأ. أنا بدي أبقى لحالي شوي، معلش اطلعوا بقى. ليلى انت اطلعي، انا لسه في عندي شغل، كنت لساتني عم شوف الجروح. ما سمعتيها بدها تضل لحالها، انت كمان اطلعي لحتى تفكر شو بدها تعمل بعد ما تطلع من هون. يرجع حفيدي لحضني، ما بيكون صاير شي لجمال، ما هيك عزات؟ ايه امني، ايه منيح، بس ان شاء الله ما يكون صار شي لملك هلأ. ويكون تتكسر ايديها ورجليها وما تلمس حفيدي وتقرب علي. امي حلوة بحقك، ملك خسرت بنت زهرة، ما انا وعياني على حالة شو عم تتصرف، والشي اللي عملتي انتي ما في بني ادم بيتحمله. وانت عم تدافع عنا كمان؟ هي مو بريئة بنوب، أخذت حفيدي من إيدي. طيب لو صاير شي لجمال؟ صدقني هي شيطاني ومصممة تشعل النار بقلبنا كلنا. أي زينب، كيف ملك؟ قدرتوا تحكوا وتفهمي على اللي صار؟ والله ما قدرت يا عزت، ما سمحوا لي ضل معه. بس في خبر كتير حلو، عدنان قرر يطلقها لملك. يعني خطتنا ماشية منيح، رح تهرب هي وبنتها من هون وتخلص. طيب عزت بشوفك. شو عم تعملي هون بهالوقت المتأخر يا دكتورة؟ خلينا نشوف شو في ورا جيتك. اليوم كل الوقت قاعدة على الشباك من خوف على أما ما نامت بتختها.
زهرة حبيبتي؟ يا روحي؟ أمي، شفتي أمي مو؟ كيفة؟ أمك منيحة، لا تشغلي بالك. ما حدا عصب على أمي لأنها أخذت الصغير، مو هيك؟ طبعاً عصبوا منا، بس يعني مو كتير. شو هالدم أمي؟ ضربوها لأمي، ما هيك؟ هنن ضربوها كله بسببي أنا؟ بسببي عم يضربوها لأمي؟ طيب الصغير، إذا ما لقوا الصغير أكيد بيخلصوا علي لأمي. روقي حبيبتي، لقوا للصغير، وهلأ عمك عزت وزمرد خانهم راحوا ليجيبوه من المخفر. أمك كل القصة أنها زعلانة عليكي وبس. يعني لهلأ ما قلتوا له إنه لساتني عايشة؟ ما عرفت إنه أنتي عايشة، ما عم يتركوها لأمك لحالها أبداً. أنتي غلطتي يا زينب، غلطتي كتير. جدك من زمان كان يقول طريق الحق ما لازم يكون فيه كذب. كيف رح تكون نهاية قصة بلشتوا فيها بالكذب؟ خلص يا حبيبي، حاش تبكي يا روحي. يا جمال، ليك انت بالقصر بين اهلك. يا ربي حفيدي شو صار له، بس ما يكون بده يمرض. لا ما فيه شي، قبل ما نجي رحنا على المستشفى. نشكر الله صحته كتير منيحة، بس يمكن يكون خايف من بعد ما كان بالمخفر وبين ايدين ناس غرب. الله بيحبنا لأنه بعت له بنت حلال سلمته للمخفر، ويمكن كان ربي عند ناس غرب ورح يكبر من دون ما يعرف ابن مين هو. الله لا يقدر، ما عاد خليه بعد عني بنوب. ورح تضل عيوننا مفتحة زمرد خانم، انتي لا تاكلي هم. طول ما ملك عايش معنا مستحيل اقدر ارتاح. ما رح تضل هالحية، لازم تنقلع من القصر. هي وعدنان رح يطلقوا. مظبوط عدنان؟ عن جد بدك تطلق ملك؟ أنا ما فيني طلقك، ما فيني. شو ما بدهم يحكوا ما رح أسمع لهم، ما فيني بعيد عنك. الموت علي أسهل. يمكن يجي يوم بتعرفي قديش أنا بحبك، وقتها بس رح تكوني إلي وحدي. عم بستنى هذا اليوم ملك، عم بستنى. بدي روح.
ما بعرف، مع مكان ما أكون بعرف فيه حدا. ما فيني أبقى بالقصر. نفس زهرة لسه عايش وما عم يفارقني، ماني قدراني أبقى هون، لازم بعد. خلص يا روحي، ما تعبت من البكي؟ ليك رح ازعل منك ها، من امبارح انت بلا نوم، يلا نام. شوف هالازعر يا غانم، من هلا بده يضل محمول وما له عرفان شو بده. الله اعلم شو بده يعمل فينا لما يكبر ويصير اغا. الله يحمي، يمكن عم يدور على ريحه امه. وليش بده يدور على ريحة أمه؟ أنا موجودة هون وبدير بالي عليه أحسن منها كمان. اسكتي بص. صباح الخير. صباح النور. ليكون جمال ما خلاك تنام أنت كمان. ستي، أنا فكرت منيح وقررت اللي عم تطلبه ملك إنه تطلع من هذا القصر بأسرع وقت ممكن، وأنا بقول إنه هذا هو الحل. ما في حل غير اللي سمعته، إنك تطلقها وهديك الحية وقتها بتنقلي عن القصر. بصراحة أنا ما فيني طلقها، وهذا الحكي نهائي. نسيت إنه ضحت بحفيدة وحاولت تقتله؟ إذا هالمخلوقة بدها تضل هون بالقصر، أنا باخد حفيدي وبمشي فوراً، ما رح ضل ولا لحظة. ما في داعي تروحي مرت عمي، راح اشتري بيت لملك وراح روح اسكن معه. بدك تتركني وتروح تسكن معه؟ هيك الكل بيرتاح. Thank you.
çık desem, kıyarsın bana feryat.